أهلا بكم مشاهدينا، والسلام عليكم إلى موجز من الأنباء أقدمه لحضراتكم من قناة النهار. نبدأها بامتحان شهادة البكالوريا، حيث يواصل مرشحو امتحان البكالوريا في يومهم الثاني اجتيازهم من امتحان مواد الرياضيات والفلسفة بعدما خصص اليوم الأول للغة العربية والتربية الإسلامية. ولأكثر تفاصيل تلتحق بنا عبر الهاتف زميلة أمينة شابوني. أمينة أهلا بك. أهلا زميلة قمر. أمينة، إذا ما هي أجواء البكالوريا اليوم الثاني وأنت متواجدة الآن هناك؟ نعم زميلة قمر، نحن نتواجد الآن في هذه اللحظة على مستوى ثانوية عيسى إدير بالعاصمة. نعم. أجواء الامتحان يعني تمر في ظروف عادية ومحكمة، تسودها الشفافية على يعني مثل اليوم الأول، لا يوجد اختلاف. ومنذ قليل دخل التلاميذ المترشحين اجتياز الامتحان لجميع الشعب في مادة الرياضيات، وعلى ما يبدو فإن الامتحان في متناول الجميع حسب ما أكدهم بعض الأساتذة الذين التقت بهم النهار، إلا أن الرأي الأخير يعود للمترشحين. نعم، إذا أنت تقولين أو توضحين أنها لا توجد هناك تعقيدات بحسب الملاحظات الأولية. أكيد نعم. نعم زميلتي أمينة، فقط في انتظار خروج التلاميذ لا يمكننا أن ندري ما إن كان في أخطاء أم لا. هي مدة 4 ساعات على ما أظن. نعم هي مدة 4 ساعات. أكيد نعم، بالنسبة لشعب الرياضيات، أما بالنسبة للشعب الأخرى أظن 3 ساعات. نعم أمينة، فقط ما هي الحالة النفسية مقارنة باليوم الأول لطلبة شهادة البكالوريا؟ في الحقيقة زميلة كمال، الحالة النفسية بطبيعة الحال هناك كثير من القلق. هذه الصبيحة لاحظناها عند التلاميذ بالنسبة لشعب العلوم والرياضيات، فيما أجمع تلاميذ الشعب الأخرى على غرار العلوم الإنسانية واللغات الأجنبية أن مصيرهم مرهون بامتحان اليوم الثاني. المهم زميلة قمر أننا لمسنا قلق وارتباك كبير في أوساط الطلبة. نعم. خوفا من المفاجآت الغير متوقعة في الأسئلة. نعم، إذن شكرا جزيلا لك يا أمينة على هذه التوضيحات. شكرا، وسنوافيكم إن كان هناك أخطاء أو في المواضيع مباشرة بعد خروج الطلبة زميلة قمر. بعد قليل. شكرا جزيلا لك يا أمينة، إلى اللقاء.